وللحديث حول البيان الذي أصدرته اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين وما تضمنه من دعوة للثوار للثبات حتى تحقيق مطالب الثورة، تنضم إلينا عبر الهاتف من واسط الأكاديمية والناشطة في التظاهرات الدكتورة هدى جاسم. دكتورة هدى، مرحبا بك، وأنت من اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين التي تقول إن الاعتصامات مستمرة والثورة لن تتوقف في ظل الأوضاع الصحية التي تمر بها البلاد. ما التدابير التي اتخذتموها للحفاظ على صحة المعتصمين؟ سلام من الله ورحمته وبركاته. أحب يعني قبل لا أبدأ أي حديث أحب أهنيكم بهذا الشهر، ويا رب إن شاء الله يجعله شهر فرج وشهر متمم، وإن شاء الله يبينا شهر رمضان وإحنا بأتم حالة، لا إحنا نعاني من فقد ولا إحنا نعاني من مرض. بداية حديثي، هنالك هتافات يرافقها حزن للوضع الحالي، لكن مع ذلك مستمرون بهتافات نحن لا نترك الساحة إلا بجنازة. فالكثير من ثوار التحرير كانوا يهتفون ما نترك التحرير إلا جنازة، مو فقط هم، إحنا بساعتهم نقلهم إحنا مين وياكم، أنتم تعجزون ونحن لن نعجز. أستاذ العزيز، بساحات العز حاليا متواصلين على الرغم من وجود قله، لانه تعرف الوضع حاليا يعني مر العراق بازمه الحرب، هنالك الكثير من الثوار المعتصمين اللي لا يزالون واثبين بسوح الاعتصام على الرغم من الوضع المشحون بالعراق والاخبار اللي ما يعرف نتائجها الى حد الان. هنالك من يرفض هذا الوضع ولا يتراجع ولا يتنازل عن حقه، رغم الظروف العصيبة اللي يمر بها القطر من قطف للمواقع ومرض كورونا اللعين. وهنالك من يقوم بعدة مهام من أبنائنا الثوار، ومن ضمنهم ثوار حافل الاعتصام اللي بمدينة الكوت، مو فقط يعني يجون يوقفون مجرد وقفة احتجاج بالساحة، لا، يجون قاموا بعدة أدوار، من الدور اللي قاموا بأبنائنا ومن ضمن الثوار، وأنا يعني أحب أقول من الثوار المنتقدين اللي هو الثائر حيدر والثائر السيد أحمد أبو عميمة والثائر دكتورة هدى. دكتورة هدى، دعينا نكتفي بهذا القدر فيما يتعلق بهذا السؤال. الحكومة وإعلامها، الحكومة الحالية وإعلامها، طالما أثار الذعر في قلوب الناس من فيروس كورونا، إلى أي مدى ترون أن هذه الدعاية هي سياسية أكثر منها صحية لفض الاعتصامات بعد أن فشل الرصاص في ذلك؟ صحيح صحيح أستاذ، هذا الكلام هم يعني استغلوه، يعني هذا المرض اللي يعني الوباء اللي الحل بالعالم استغلوه ثغرة، واستغلوه فرصة أنه حتى يحققون معاربهم. احنا نقول لهم بعدنا صامدين وما نتراجع، وثوارنا يقومون بالواجب، بس احنا اكو جماعه من الاحزاب يمنعون انه يخلون يعني على الطرق وعلى التقاطعات وعلى الشدو، يعني على يعني جيش، يعني الفرق السعوديه الاتحاديه كل منتشره حاليا، يعني مو فقط بمدينتنا، بمدن اخرى. احنا نعرف كل الزين، هم مو همهم انه يخافون على المواطن من المرض، اهمهم وهدفهم هم حتى يخلون الساحه لهم، حتى يعني ياخذون اللي يردونه. اما لو همهم كان انه يخافون على الوضع، كان سووا حملات توعيه، كان سووا مستشفيات، كان قاموا بالواجب مات في المرضى. ليش اكو مرضى من غير مناطق يجيبون بها على مدينتنا وهي مدينه صغيره؟ كان قاموا بغير شغلات اللي هي المناطق الحدوديه، باعتبار ان احنا مدينه حدوديه يعني مجاوره لدوله ايران اللي جانا من عندها الوباء، على الرغم من هذه الظروف احنا نقوم بالواجب. الثوار يعقمون، الثوار يواصلون الجهود لايصال المخزون والسلال الغذائيه للعوائل المتعففه والعوائل اللي حجروا عليهم، يعني على اهلهم، سواء كان نعم دكتوره هدى زين اكو دكتورة، المتظاهرون طبعا في ساحة التحرير يخرجون من خيامهم كما تعلمين،
وكما عينت على أرض الواقع، يخرجون المتظاهرون من خيامهم للدفاع عن الساحة بعد محاولة حكومية لاقتحامها. باعتقادك لماذا كلما فشلت الأحزاب السياسية في تشكيل حكومة على غير رضا الشارع، لماذا تعمد إلى فتح النار ضد المتظاهرين؟ صحيح، أمس حدثت مشادات بين الثوار بساحة التحرير وساحة الخلانية، مو فقط يعني حدثت اصطدامات يعني الكتل الأحزاب بين ما يسمى بالاحتلال الأمريكي لأنها وبينهم، لأنه الاحتلال تصير خطة، وهذه خطة مدروسة، خطة مدروسة من قبل الأحزاب وخطة مدروسة من قبل أمريكا، لأن الوضع هذا ملائم لهم. نعم. حتى لو يجون يحتلون العراق، إحنا نقول لهم نرجع ونقول هيهات نحن مستمرون ومتكاتفون سوف نحمي العراق، وعلى على على الهداف اللي قام بساحة التحرير. نعم دكتورة هدى، في سؤالي الأخير نعم في سؤالي الأخير لك، إلى أي مدى ترين أن وقف المسيرات الحاشدة في هذا التوقيت يأتي في إطار محافظة اللجنة المنظمة لثورة تشرين على الثوار، وليس كما يدعي شركاء العملية السياسية أن الثورة ماتت؟ أستاذنا العزيز، احنا بالنسبة للتظاهرات، التظاهرات ما متوقفة، الثورة ما متوقفة، والسعي مالتنا مستمر، لكن نتيجة للظروف الراهنة وللوضع مالت المرض اللي موجود، بس نخاف على المواطنين ونخاف على الثوار من تفشي الوضع يعني وتفشي المرض بين الثوار، فلهذا السبب موقفين التظاهرات حاليا. أما بالنسبة انه الحكومة فرحت بهذا الوضع، لا، احنا نحن صوتنا ونقول لهم احنا مستمرين ومستمرين بعملنا الانساني اللي يهزهم وراح يخرجهم، عملنا الانساني راح يهز عروشهم ويخرجهم عن فكره ابيهم. شكرا جزيلا لك الدكتوره الاكاديميه والناشطه دكتوره هدى جاسم، كنت معنا من بغداد عبر الهاتف.